يعني في يعني دمار بالمدرسة، و يعني وفي كم طلاب انجرحوا كمان. والله كنا عايشين بسلام، بس قبل ما اجوا تخربت كل البلد. شارك السيد رئيس بشار الأسد آلاف الطلاب وعائلات الشهداء منهم بإزاحة الستار عن النصب التذكاري الأول لشهداء الجامعات السورية في جامعة دمشق، الجامعة الأولى في سوريا أعرق جامعات المنطقة وأقدمها. من كل جامعات سوريا أتوا إلى جامعة دمشق، أول جامعة في المنطقة. أتوا ليحموا الديار بعلمهم وإصرارهم، وليلقوا التحية على زملائهم الشهداء الطلبة. من جامعة دمشق في دمشق الجامعة، تذكروا رفاقهم في كل جامعات سوريا، وعاهدوهم أن يكملوا المسيرة وأن يشعلوا نور الحياة والعلم في سماء البلاد في وجه خفافيش الظلام والإرهاب والتكفير. رفقاتي وحبيبي استشهدوا بنفس اللحظة يلي كانوا عم يخططوا فيها الأحلام. شي ما بينوصف، وهيك فجأة نزلت عليهم قذيفة خاينة قضت على كل أحلامهم بلحظة. شي ما بينحكى عنه. ماني عم استوعب اللي صار، ماني مصدقة، لأنه إذا بدي صدق دغري بدي أسأل حالي أنا ليش ما كنت معهم. يعني إني كون فرحانة لأني ضليت عايشة كتير صعبة. صحيح إنه الحلم الأبعد والهدف الأسمى لأي واحد منا إنه يعيش عيشة منيحة، بس صدمة مثل هي بتخليك توقفي قدام سؤال كبير، سؤال كتير حقيقي. حلمنا إنه نرجع نعمر هاي الأرض، نرجع البسمة على وجوهنا مثل قبل. حاج دخان أسود بالسما، بدنا نلون سما بلادنا،
بدنا نلون سما الشام. ولأن الطلاب هم المستقبل، والمستقبل لسوريا عافية معافاة، ولأن الوطن يكبر وينتصر بكل أبنائه، حضر معهم ليشاركهم ألمهم على رحيل زملائهم، وليشد على أياديهم وأيادي أهالي الشهداء الطلبة، ويقول لهم: إن دين هؤلاء الطلاب في رقابنا، ولن نوفيه إلا عبر النصر. فكما مر من هنا تماما حقدهم قتلا وقذائف موت، ها نحن نمر من هنا جميعا لنبنيها حجرا حجرا من جديد. يدا بيد مشاركا أهالي الشهداء الطلاب، أولئك الطلاب الذين رحلوا وهم يحملون العلم للبندقية، جميعا أزاحوا الستار عن النصب التذكاري لشهداء الجامعات السورية. بكل الثقافات وبكل التواريخ أنه الإرهاب هو سلاح الجبناء، فقط الجبان والضعيف يستخدم الإرهاب كسلاح لأله. لذلك هاجموا الطلاب وهاجموا الأساتذة، ولما صاروا يشوفوا عسكري سوري هجمنا صاروا يهربوا، لما شافوا شخص فاتح مخبز ولا يبيع خبز صاروا يخافوا، لما شافوا طالب نازل على الجامعة بده يقدم علم للوطن كمان خافوا. فلما منعيش حياة ونخلي البلد عم تعيش حياة طبيعية قدر الإمكان، فهون بصير معنا حالة انهيار. فالتحدي تبعنا واللي سقطوا من أجل شهدائنا هو أنه خلي بلدنا ماشي مثل ما كانت قدر الإمكان. من جامعة دمشق، في دمشق الجامعة، سينتصر أصحاب الحق والإرادة، ونصرا ستهتف أرواح شهداء الجامعة وأبناؤها. أننا نحن الشباب باقون بالعلم والقلم والسلاح.